فاجئ طبعا هذا الموقف الغربي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا رئيس بوتين ولا روسيا بأكملها، لأننا شهدنا في عام 2014 نفس السيناريو، ولكن لم يفرضوا هذه العقوبات الضخمة كما هي الآن. يعني فصل روسيا عن سويفت، نظام سويفت وإلى آخره، ولكن العقوبات أعتقد كانت مهيئة لنصل بها إلى الآن. وتضامن الغرب كله مع بعضه البعض، مع طبعا أمريكا ضد روسيا، ولكن في نهاية المطاف عانت روسيا على ما أظن أنا يعني موجود هنا، عانت 6 أو 7 شهور من ضائقة بعد العقوبات، وبعد ذلك هذه العقوبات صبت في صالح روسيا، فاستبدلت روسيا كل البضائع المستوردة من الغرب بتصنيع محلي، اليد العاملة بدأت تعمل في روسيا أكثر، الزراعة تطورت أكثر، التصنيع تطور أكثر، الأمور الإلكترونية، هناك مواد إلكترونية كثيرة بدأت تصنعها روسيا. إذا أعتقد والآن نفس الموضوع تماما، سوف نعاني جميعا، إن كان الأوروبيون وإن كان نحن وإن كان حتى الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي بشكل عام، ولكن في المدى القريب أعتقد سوف بكل تأكيد نعاني من ذلك. حتى الآن يعني لم نرى هذه الانعكاسات، انعكاسات العقوبات على المجتمع الروسي، لن نرى يعني هناك كارثة أو هناك ضجة، بالعكس الآن في الدول الغربية أكثر هذه المعاناة من عندنا حقيقة، يعني لم نرها، ولكن لا شك أنها سوف تؤثر على طبعا محفظة الإنسان الروسي، لا شك أنها سوف تؤثر بداية، يعني أيضا ربما نعاني سنة، ممكن سنة ونصف، ولكن بكل تأكيد الغرب، نعم. يتحدث عن أنه هذه العقوبات دعيني أكمل بس الفكرة، هي يعني رح نتحدث كثير بهذا الموضوع. الغرب يقول بأنه هاي العقوبات هي الأقصى بالتاريخ، فأنت تقول بأنه موسكو ما زال بإمكانها الالتفاف على هذه العقوبات، لكن أشد العقوبات الأخيرة هي موضوع حظر واردات النفط. هل روسيا توقعت حقيقة بأن يذهب الغرب إلى فرض عقوبات قد توجعه قبل ما أن توجع موسكو نفسها؟ يعني كمان دعيني أكمل بصراحة، يعني هذه العقوبات هي كما قلتها على شاشات كثيرة، كمان يوجه الإنسان يعني مسدسه إلى ويطلق على قدميه، هذه حقيقة. يعني أولا الآن تتوجه أوروبا حقيقة، أكيد سوف تتوجه روسيا أكيد، يعني نحن نتحدث بحقائق وواقعية، هذا لا يعني أننا لن نتوجه، هذا لا يعني أننا لن نعاني، هذا لا يعني أننا لن نعاني من تضخم، أكيد سوف يحصل هذا. وكذلك الآن في وأنا أتحدث معكم هناك تضخم في ألمانيا العملاق الاقتصادي، هناك تضخم في حتى إيطاليا في إسبانيا، الآن هم لا يعرفون ماذا يفعلون حقيقة، ولكن روسيا مهيئة كانت لذلك وتعرف أنها سوف يحصل ذلك، وتعرف أنها في يوم ما ربما يتم قطع يعني تصدير الطاقة الروسية إلى أوروبا، ولكن من سوف يتضرر قبل روسيا؟ سوف تتضرر هي الدول الأوروبية، ولكن على كل الحال رأينا أن ألمانيا ورأينا بعض الدول الغربية يعني تتملق للولايات المتحدة الأمريكية ألا يتم قطع طبعا الطاقة الروسية عنهم، عن الدول الأوروبية، لا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الدول من استيراد الطاقة من روسيا. يعني هناك في دول أوروبية تعرفون أنتم اعتمادها على الطاقة الروسية من 80% إلى 100%، مثلا ألمانيا 40% على سبيل المثال، مثلا إيطاليا صحيح، تقريبا مبرر. 35 إلى 40% هذا أيضا. تفسيره ظهر بأنه وحدة صفوف، نعم، الغرب لا تنسحب على قطاع الطاقة، وبالدليل الاتحاد الأوروبي هو خارج هذه العقوبات. دكتور